مهندس ماجد، من هي عرايب؟ شركة مجموعة عرايب للصناعة والتجارة هي شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأنابيب الإلاستيكية وأدوات السباكة وتوابعها مثل أراء ووصلات البلاستيكية. عرايب علامة تجارية نشطت في المملكة العربية السعودية بمطرية مع شرق جودة، منذ 4 أوقات للشركة، وحاصل على أكثر من شهادة عالمية مثل شهادات الايزو وشهادة العلامة شهادة الدوداشو ساسو السعودية، ومستمرة في التطور والتقدم. وعلى سبيل ذلك المشاركة في المعارض الدولية. مهندس ماجد، وش رأيك بالمعرض؟ وش إيجابيات المعرض؟ المشاركة في المعارض هي أولى خطوات الانفتاح إلى العالم وتصدير إلى دول الأوساط ودول العالم. ليش؟ لأنه في المعارض تلتقي بأكثر من شركة، أكثر من دولة، والمعارض دائما تكون تصب في نفس اهتمامات المشاركين في المعرض. فأنا أعتبر المعرض فرصة رائعة، فرصة ذهبية للشركات الكبيرة والعملاقة أن تعرض منتجاتها وتثبت جودتها وتتعامل مع أكثر من شركة سواء محلية أو دولية. مهندس ماجد، وش تطلعات الشركة أو وش كلمتك الختامية في هذه المقابلة؟ نحن في شركة عرايب نعمل دائما على ارتقاء الشركة، مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لزيادة جودة منتجاتنا إلى سنة 20 كلها، والحصول على شهادات عالمية ذات جودة، دعم المنتج الوطني، نعم، زيادة الإنتاج المحلي وينتاج بجودة تعكس سمعة ومكانة المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط العالم العربي والدولي على صعيد أكبر. وحصل على شهادة، يعني ما شاء الله، يعني حصل على شهادة من ضمنهم. نعم، نحن الآن نفتخر بأن منتج وطن وسعودي يحصل على شهادة NSF من أمريكا، وهو المصنع الوحيد المملكة العربية السعودية حصل على هذه الشهادة، وما وصلنا إليه إلا بفضل دعم المتضاف والجهود بهود دعم السنة المملكة العربية السعودية وطاقم الشركة، ونأمل نحافظ على ما وصلنا إليه وبإذن الله أنه قادم أفضل مما قد أنجزنا إلى الآن.